مرحبا بكم في نهار شي، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك واش بلادي لاباس بخير؟ نتمنى انكم يدوز بخير، ولا خاصكم تتفرجوا في الفيديو نتمنى انكم تكونوا على صحه تامه، شنو والديكم كاملين بخير وتكونوا فرحانين نتمنى تتفرجوا في الفيديو. دونك كيف تشوف العنوان ما دخلتش على الفيديو تعرفين علاش دخلتو. دونك الا كنتو انت ولا انت اول مره تشوفوا هذا الشخص الجميل، دونك ما تنساوش لايك والضغط على سبسكرايب بحال هكا، خبطوا ديك البوطون الحمراء، خبطوها. دونك باش ما نطولش عليكم يلا نبداو الفيديو. اول حاجه قبل ما نبداو الفيديو شوف فين حاط الكاميرا، شوف باش نصور ليكم. الله بسم الله. دونك بزاف ديال العرب تتسائلوا علاش كوريا الجنوبيه ما تتقبلش العرب بالضبط، وعلاش عنصريين معنا حنا، وعلاش وشنو هو السبب. اغلبيه ديال المغاربه وبالضبط العرب ما عارفينش السبب شنو هو، لذلك انتم مهجورين في الفيديو باش تعرفوا السبب شنو هو. قبل ما نعاود لكم قصه بغيت نقول لكم كل مره غنولي ندير فيديوهات للاستفاده بحال هكا باش نهرس بهم لي فلوغ، حيتاش لي فلوغ ديما باين ليا بنادم غيبدا يمل، داكشي علاش غنولي نهرس الروتين ديال لي فلوغ بهاد الفيديوهات اللي بحال هذا بحال هكا. دونك باش يكون داكشي متوازي ويكون بنادم غادي مزيان. دونك كنتو عاقلين ولا الناس جداد اللي دخلنا في القناه، كنت لحقت واحد الفيديو بحال هذا ديال كوريا الجنوبيه ولكن ما كنتش مصور بواحد الكاليتي اللي واعره، داكشي علاش تعاودت لوحو باش الناس جداد اللي عندي في الشانيل يستافدو اكثر. ليتس جو. كلشي تيحلم يمشي لهاد الدوله وكلشي عنده الاهداف باش يمشي لهاد الدوله ديال كوريا الجنوبيه، ولكن علاش كوريا الجنوبيه تشمنع العرب وجد تسد معاهم السكير باش يوصلوا للمطار باش ما يدخلوش هاد الدوله الجميله المتقدمه بزاف. انا غادي نعاود لكم قصه بالتفصيل. كان يما كان في قديم الزمان كانوا لي واحد اليمنيين، ماشي قديم الزمان غير اعوام شي 7 سنين ولا ما عرفش الهضره بالضبط، ولكن كانوا واحد اليمنيين تما في كوريا الجنوبيه، كانوا في جزيره جيجيو بالضبط اللي تبان لكم هنايا، كانوا عايشين بخير وعلى خير واكلين شاربين ناعسين، تا طاحت لهم واحد الفكره على راسهم. حيت اي نفس اي بنادم عنده واحد النفس السوء امار اللي من الاخر تخلي يدير شي حوايج اللي في شكل. دونك هذوك اليمنيين كانوا معلمين بهم تيقالوا اجي نطلبوا بحقوقنا في البلاد، مع شافوا كوريا الجنوبيه في الناس ظريفين، حكومه ظريفه، البوليس تتعامل مزيان، كل شيء تما مزيان، كل شيء ظريف، كل شيء ضحك، كل شيء ناشط، قال اجي نحقروا على الدوله. دونك مشاو يديروا واحد المظاهره، راكم عارفين المظاهرات ديال العرب ماشي سلميه ماشي حبيه، دونك هذه تكون مظاهره همجيه. داروا واحد المظاهره همجيه من الاخر اللي ادات الشعب الكوري ما يرضاش، ادات الشعب الكوري بواحد الغضب وقالوا او هادو داخلين في البلاد وباغيين نحقرونا. دونك الشعب الكوري شنو دار؟ تا هو خرج مظاهره ضد دوك اللي داير ضد اليمنيين اللي دايرين تما مظاهره، والشعب الكوري تيطلب الحقوق ديالو وتيطلب حكومه بان يجريو على هادوك الاشخاص اللي دايرين هاد الفوضى، لان اليمنيين في ديك المظاهره كانوا تيقولوا بغينا حقوقنا وبغينا السكن وبغينا المشرب. دونك هاد المعلومات هادي خديتها من جوجل، خديتها من بعض اليوتيوبرز، دونك صحيحه غلط، هذا تحمل المسؤوليه جوجل تحمل المسؤوليه دوك اليوتيوبرز. دونك انا خديت معلومه من هنا من هنا من هنا من هنا باش نجيب لكم معلومات بالضبط اللي غادي يكونوا هما هادو. دونك جوجل ما غاديش تغلط، داكشي علاش نعطيكم معلومات اللي عاد كاينه في جوجل تنركز على ديال جوجل بالضبط. دونك منين اليمنيين طلبوا دوك المطالبات الكبيره والشعب الكوري ما رضاش وخرج لهم، اشنو دات الحكومه؟ الحكومه خرجت واحد القرار منع اي عربي في العالم كامل، اليمني بسبب اليمنيين العرب كامل تحرم عليهم كوريا الجنوبيه، اي عربي قبل ما يدخل المطار يتحققوا معاه ولا لقاوه ها ولا ها ما يقبلوش كاع. دونك كل قليل ديال العرب ديك النسبه ديال 5% ولي مرضي الوالدين ديال بصح هو اللي تيسلت وتيدخلوه تيدوز من الميغراسيون تيدوز من داكشي كامل، فهمتي؟ ولكن الاغلبيه ديال المغاربه وديال العرب بالضبط ما تيدخلوش تما. ولكن انا جيت لكم اليوم بالحل بالحلول، طبيعة الحال ما كاينش شي حاجه بلا حل في هذه الحياه كامله. دونك الحلول اللي غادي نقول لكم دابا ركزوا معايا مزيان. اول حاجه باش تمشي لكوريا، باش تدخل كوريا خاصك تكون يا اما غادي تمشي تقرا فيها، يا اما واخد انفيتاسيون من عند شي واحد ولا شي واحد اصدقاء تما، ولا جاي على قبل عمل غتوريهم هذيك اتيستاسيون وديك ستاتمنت ديال العمل ديالك في الواتساب ولا فين صيفط لك داك اللي غتخدم عنده، ولا
موعد شي واحد بالزواج تما ولا انتيا موعدك شي واحد بالزواج تما غير صيفط لك انفيتاسيون فواتساب ولا في اي حاجه ولا في الايميل ولا شي حاجه غادي تصورها في بورطابل غتوريها لهم في المطار وغتدخلوا دونك بلا هادو ميمكنش لك تدخل. وكاين شي طرق اخرى بحال هكا تيقول لك تمشي دوز من تركيا من تركيا دوز الفلبين من الفلبين تبقى 3 ايام بالضبط في هونغ كونغ الا ما درتي شي مشكل في هونغ كونغ تدخل كوريا. هاد المعلومه الله اعلم ما متيقنش منها ولكن المعلومات اللي قلت لكم ديال الدراسه تتمشي تدخل كوريا العمل تدخل كوريا تورى ماتيساسيون داكشي ديال العمل تدخل صديق ولا صديقة تتورم انفيتاسيون والدار فين ساكن داك خونا الكوري ولا الكورية اللي مانفيتيك تتورم لادريس وكل شيء في بورتابل يكون مصيفط عليك داك الشخص بالضبط وكتب سميتو واليدي ديالو وفين ساكن باش يتيقنو باش يدخلوك ولا تكون موعدك شي واحد ولا موعدك شي واحدة باش تدخل كوريا تصيفطلك انفيتاسيون على ان داك الشخص نبغيه وبغينا نتزوجو قريب وتتكتب لك داكشي كامل المعطيات تتكتبهم لك في واتساب ميساج وتتكتب العنوان ديالو السمية ديالو هذا تتورى لهم في داك الدخل ديال المطار والتداخل. وديك المعلومة الأخرى اللي ما متيقنش منها هو كل بنادم مغاربة تيقول لك خاصك تجلس 3 أيام في هونغ كونغ بالضبط هونغ كونغ بالضبط إين فوا من تنوض حتى شي مشكل في هونغ كونغ تخرج بخير وعلى خاطر تمشي لكوريا تيشوفوك الباسبور ديالك كنتي في هونغ كونغ ما درتش حتى شي مشكل تيقبلوك. هاد ما متيقنش منها ولكن أغلبية تيقول هادوك الناس الترافلر اللي تنحتارمو تدوج عليهم تحية من هنا. دونك هادو هما الحلول اللي ذكرت لكم دابا واحد بار واحد صنفهم كتبوهم في ورقة هادو هما الحلول الوحيدين اللي قدرت نحصل عليهم كمعلومه باش تدخل كوريا. دونك هنا غادي يكون اختتام الفيديو تتمنى الفيديو يعجبكم وتتمنى ان العربي يديروا عقلهم حيتاش ما نكذبش عليكم في هاد الاعوام الاخيره ماشي جبدوا لنا الصداع غير مع الكوريا الجنوبيه بل جبدوا لنا الصداع مع تايلاند ماشي اليمني بوحدهم العرب عامه جبدوا لنا الصداع مع تايلاند ما كانتش قاعده تقلبك دابا ولاو مؤخرا شي مغاربه تيمشيو نلطاينون تيقلبوا تيكون ميريكاني قدام وميريكاني تيدوز براسه مرفوع تيجي المغربي ولا شي عربي تيبدا يقلب فيه ويقول لي علاش جاي وعلاش جاي وعلم من جاي وفين غادي ويحقوا معاه هونغ كونغ تاهما تيديرو لك تفتيش كامل تيفتشو كامل لك تي عربي اندونيسي تا هي ولاو تيديرو هاد الحاجه وبزاف ديال الاسيويين تما اللي خدامين تما بزاف ديال المغاربه مواطنين احرار ولكن ماشي كلشي كاع العرب خايبين المغاربه المزيانين والعرب المزيانين ملي مشاو لذوك البلدان قالوا علاش يقلبوا العرب بالضبط الجواب ديال الاسيويين شنو هو ان بزاف ديال العرب تيلوندو لنا الصداع هنا داكشي علاش الحكومه والدوله والقانون هنا تيلزم ان الى جا شي عربي خاصك تقلبوا كامل وتعرفوا فين غادي هذا باش مي يجي يتفاداو هما المشاكل. دونك تتمنى ان الله يهدينا وتتمنى ان العرب يديروا عقلهم والعرب الخايبين يديروا عقلهم. دونك اللي داروا شي حاجه خايبه تما راه تهبط من الصوره ديال العرب كاملين ولا داروا شي حاجه تما مزيانه راه تطلع من الصوره ديال العرب وتتمنى ان جميع العرب يديروا عقلهم ويخدموا على بلادهم وفي الوطن الخارج الوطن مهم يخليوا الصوره ديالنا نقيه وتحنا غادي نزيدوا بالقدام ان شاء الله. دونك اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك سبسكرايب ونشوفوا فيديو اخر ان شاء الله اللي غادي يكون بحال هذا غادي تكون فيه استفاده اخرى وشجعوني بارطاج. دونك نشوفوا فيديو اخر ان شاء الله بيس ليكم yeah. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always ready.